Bonsoir à toutes et à tous. Ça, bien sûr, nous sommes le jeudi 4 mai 2023. Il est presque 20h. J'étais en train de suivre le match de la Coupe d'Afrique. Les jeunes moins de 17 ans qui s'est déroulé tout à l'heure à Annaba entre l'équipe du Cameroun et le Mali. Alors, c'était un niveau vraiment très élevé, hein, pour le dire, devant deux équipes vraiment, que je vous dis, vraiment des gros calibres, hein, entre le Mali et le Cameroun. Alors, ce sont les Maliens qui l'ont remporté par 2-0. Vraiment, c'est un match plaisant.
الوغ حبيت نقول برك باللي والله هي ليكيب نتاع الجزائر مساكن لو كان ما شاركوش خير، والله لو كان ما شاركوش خير، باسكو ما نعرفش شكون اللي قال يفو الناس كل واحد دوكا تستعرف يقول لك لا السنغال نستعرفوا قوي علينا قوي علينا، يا ولدي ماهوش غير السنغال اللي قوي علينا، لي زيكيب افريكان كامل دوكا ولاو قواو علينا، وماهوش ليكيب دو سنغال كي ايتي تخي فورت، باسكو فوز الي فواغ السنغال دوكا يطيح مع المالي ولا يطيح مع اون ايكيب اخرى، فوز الي فواغ حتى مع خوتنا المغاربه، اي فوز الي فواغ بلي لو سنغال ني با فريمون ليكيب كي غاست كيما قال واحد امباطابل ولا يفون بيرتر، مي ليكيب نتاعنا هي اللي تعاني وعلاش تعاني باسكو ما درنا والو بور فيغ اون غروند ايكيب، نجيبو في لي جوار مساكن من فرنسا ومن لا بلجيك ومن دي جون مساكن ما يعرفوش وين يلعبو في لوروب ما يعرفوش كيف اسمو لي رواج تاع الافريقيين، وهما شوفوا كيفاه يجيبوا دو تخوا جوار من برا مي الباقي كامل لوساتور دو ليكيب من كيما قال واحد من بلادهم. احنا ثاني كنا نديرو كيما هكا، كنا عندنا نفس الشيء اللي كنا نديرو فيه وكنا اقوياء عليهم، علاش بلا تكنيك وبلا بالعزيمه وكلش، مي سا سي فيني. انا نشوف فيكم برك في ليكيب ناسيونال 82، ها ليكيب ناسيونال تاع 82 لا كروند ايكيب تاع 82، قداه جبنا من جوار من برا؟ شحال جبنا من جوار من برا؟ شفنا 3 ولا 4 جوار برا، مي الباقي الكل نتاعنا، السرباح نتاعنا، كيف اسمو عمارة الجول نتاعنا، كيف اسمو قندوز نتاعنا، كيف اسمو الفرقاني اللي بن شيخ ماجر عصاد كامل نتاعنا، جبنا وقيلا قريشي من برا وجبنا وقيلا شكون يا ربي يجيو لي، مي 3 ولا 4 جوار سيتو من برا، مي الباقي كامل نتاعنا كامل. دونك علاش؟ باسكو كان عندنا النيفو تاعنا عالي وكنا نلعبو البالون، كنا نلعبو البالون، اليوم ما نلعبوش البالون، اليوم جماعة كامل كيما قلت لكم دخلوا ليجوز ليجوز يجوز ليجوز، تلقاهم ديما قاعدين يهضر لك على الدين وكذا، ما كاين لي بريباراسيون ما كاين والو، يعني بون سي با هذا هو الموضوع تاعنا. الموضوع تاعنا اليوم راح نتكلم، بعثوا لي بعض الناس قبل نتكلم لنا على السوجي هذا، باسكو يقولوا بلي لو 8 مي ديما هما يخي ما عادش نخرجوا حنا من كيف يقولوا له، ما عادش نخرجوا من هذا الماضي الثوري، حنا دوكا عايشين الا بالماضي الثوري، ناكلوا ماضي ثوري، نشموا ماضي ثوري، نرقدوا بالماضي الثوري، نبقاو شغل غير حنا برك، غير الجزائر برك اللي دارت الحرب، ما كان حتى بلاد ما دارت حرب، خلي هذوك زوج حروب عالميه اللي داروهم هذوك خاطين ما نتحسبوش، ما يتحسبوش، دو غار مونديال، دو غار مونديال، ما تلقاش دركا ان بي يتكلم لك على لا غار ولا على الماضي الثوري، قليل وين تلقى باكزومبل لا فيت دو لانديبوندونس باكزومبل، كيما في فرنسا عندهم لو 14 جويي يخرج لارمي يدير ديفيلي تاع 14 جويي ويروح في الامان، حنا ما كانش الشهر اللي ما فيهش واش يقولوا عيد الثوار، عيد ما نعرف واش، عيد 8 ماي، عيد 5 جويلية، عيد 20 اوت، عيد 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 عيد، يعني باقي كما قلت لكم عايشين الا بالثوره، الناس داروا ثوره وجابوا لنا البلاد عطاوها لنا قالوا لنا هاكم البلاد نتاعكم خدموها، حنا صبحنا غير نهضروا عليهم هما برك هام داروا هام داروا هام داروا هام داروا هام داروا وباش نديرو حنا ما درناش، هذه الاولى. ثانية شري لك الدنيا هو ثاني تبزنيس ب ب ب ب ب ب ب ب بالدين، الدين صبحنا يا اخي شتو كيفاه توصلت ناس واحد هذوك النهارات يقول لهم بلي انا هو المهدي المنتظر، اخي شتو كيفاش دخل في عقله، ناس دخلوا في عقلهم، واحد راح لمكة زعما باش يدير العمرة قتل زوج صحابه ولا ثلاثة، واحدة مسكينة طيشت ولدها من البالكون من الكاتريم ايطاج في 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 في, في, في السعودية، دونك الناس هبلوهم بالدين هذا وهبلوهم بالماضي الثوري، كيفاش حبيتونا نروحوا للقدام؟ سي امبوسيبل. الوغ هذا البيان اللي بعثوه التنسيقية الوطنية لحاملي ودكتوراه والماجستير يحبوا يديروا وقفة احتجاجية لويمي، لويمي راح قال لك كيفاش لا ماناش خدامين، وهذه معروفة يعني ماشي يعني بزاف الناس دي ميليي دو جون كي سون ديبلومي اي كي نترافاي با، يعني واش نقول لكم ربي يجيب الخير برك.
هادو قال لك 8 مايو راح يديروا وقفه احتجاجيه ونجاحه سلميه قدام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي للتاكيد والاصرار على المطالب الوحيد هو حق التوظيف المباشر الجامعي حاملي الدكتوراه والماجستير. انا اقول لكم يا الناس هذول اللي داروا هالبيان هذا ويقول لك التوظيف المباشر راكم غلطين، راكم غلطين، باسكو التوظيف ما يجيش كاك، ما هوش قال يا خرج من الجامعه يا حطوا في بيرو واعطيه له بوست بيجيتير وخدم. لا سي با نورمال، نو 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 مشكله، سيتي بيجي، هذا هو بيجي تسني عليه كيما قال واحد، شوف واش عندنا دراهم، واش نجمو نخلصو، واش ما نجموش، واش منا، وسيرتو في الشركات الاقتصاديه وكذا ومنا، ما تنجمش شنو واحد تقولي والحاله، ما تشوفوش بكري كيفاش كنا يتقفلوا لي زوزين ليه ليه عليه، باسكو ما تلقاش ليه، ما نجموش يسلكوا حتى لي سالير، دونك امبوسيبل نرجعوا للشيء اللي كنا فيه بكري. وزيد كاين حاجه نحب ننبه ليها، ردوا بالكم يا ناس، الناس اللي تدير في هذو الوقفات الاحتجاجيه والمسيرات هذو، اتونسيون اتونسيون، انا نقول لكم سورتو كي ما دعوش عندكم كيف اسمه اوتوريزاسيون، على بالكم باللي واحد كيحب يدير مانيفيستاسيون لازم اوتوريزاسيون، باش نتفاهموا مليح. راه ماهوش قال اخرج برك ولا دير بيان في الفيسبوك وقال يا نتلاقاو نخرج، ولا اتونسيون يا جماعه، اتونسيون يا جماعه، خطراش كان ناس تستغل هذه المسيره نتاعكم. باغ اكزومبل نتوما على بالنا باللي رايحين تخرجوا مثقفين، ناس دكاتره والناس عندهم مستوى، ومن راه ماهمش راح يكسروا ولا ماهمش راح يديروا ولا، مي كان ناس تستغل هذا الظرف هذا، يدخلوا ما بيناتكم ومن بعد يولي الناس واحد عندهم حسيفه مع كانش بوليسي ولا كانش مع جندارم ولا كانش مع منا، يقتلوا بوليسي ولا يقتلوا جندارم ولا يحطوا بومب تنفجر، ومن بعد الناس اللي شكون هما اللي راح يكونوا يتحاسبوا هما الناس اللي داروا هالوقفه الاحتجاجيه، ولا الناس اللي طالبوا باش تروح تمشي المسيره. المسيره المانيفيستاسيون راكم تشوفوا لازمكم القانون واضح، تروحوا فات اون دوموند سمانه قبل ويدرسوها سواء في المينيستير سواء في الولايه، يعطيكم اوتوريزاسيون. الناس اللي لازم يجيبوا الناس هذو اللي يطلبوا شكون هما الناس راح يديروا المسيره هذه، ولو ليو ونجيها منين منين يمشيوا، حتى الواش، حتى وين يتموا، وعلى قداه يتموا، وعلى قداه يمشيوا، وعلى قداه يتموا، وليزونكادرور ليزونكادرور. ومن بعد على بالكم باللي لازم تخلصوا حق لو سيرفيس دوردر، باسكو راح نعطيكم الشرطه، الشرطه هما اللي يفتحوا لكم الطريق وهما اللي ياكومبانيكم حتى كما قال واحد تكمل لا مانيفيستاسيون، هكا نعرفوا لا مانيفيستاسيون. اذا الوزاره ولا الولي شاف باللي راح يكون مشكل في هذه المسيره هذه ولا في الوقفه الاحتجاجيه، ماهوش راح يوافق عليها، وهذه القانون يقول كيما هكذا. وانتم الناس اللي طلبوا هذه المسيره هذه عندهم حق يروحوا دوفون تريبونال ادمينستراتيف، اذا التريبونال ولا عطاكم حق الوغ هذه تنجموا ديروها كيما قال واحد المسيره نتاعكم بزونكادرور وكروح وروح مصح، اذا حتى التريبونال قال لكم لا سي لا، مي باش تروح قال اخرج برك، ولا كيما واحد الوقت في المساجد اي نصليو ونتلاقاو في المسجد ونجيو خارجين، هذه راهي فوضى يا جماعه، هذه راهي فوضى، واستغلوها الناس اخرين اللي يستناو في حوايج كيما هذو باش يديروا الفوضى وباش يديروا يكسروا وروح وروح. دونك انا جوفو ديكونسي عندك بور هذا المسيرة هذا كيف اسمه هذا نتاعكم هذا، انا يبان لي ديروا هذه السيتي نتاعكم هذا ديروا على رواحكم، بصح باش تكون يجيب نتيجة ما يجيبش، ما يجيب لكمش نتيجة. علاش؟ باسكو باش يكونوا نوظفوا الناس، باش الدولة توظف ناس لازم يكون دي بوست بيجيتير، اور كو ما عندهمش دي بوست بيجيتير، كيفاش حبيتوا يوظفوكم؟ وباش يكونوا لي بوست بيجيتير واش لازم؟ لازم كما قلت لكم الدوله والناس المسؤولين عن الدوله يراجعوا يراجعوا لا جيستيون نتاعهم، يراجعوا التسيير نتاعهم، باسكو التسيير تاع دركا نقول لكم الحق مازلنا كما قلت لكم مازلنا نبزنسو بالماضي الثوري، ومازلنا نبزنسو كيف اسمه بالاسلام بالدين. واش كو هاد الناس المسؤولين نتاعنا رايحين يحبسوا ما عادش يبزنسوا بالدين وما عادش يحبسوا ما عادش يبزنسوا بالماضي الثوري؟ امبوسيبل امبوسيبل، مادام هادو هما الناس اللي تسير في البلاد.
نهار بدات بيروحوا هالناس هذوما على فيسبوك تاش يعاودوا ديك الساعه الناس اللي تجي تحكم الحكم يكونوا عندهم شجاعه باش يديروا لا ريستركتوراسيون ها ويشوفوا واش يصلح بالبلاد ويديروا ان بروغرام تاعهم لي باش الساعة يكون التوظيف ويكونوا لي بوسبيليتي كاينين ويكونوا كيما قال واحد وتلقاو كيما قال واحد راه عنده ماستر ولا عنده دكتوراه ولا عنده منا يلقى كيفاش يروح ها فو كريي لي بوست دومبلوا يفضري لي كريي مي بور لانستون بو با ديجا انا نعطيكم حاجه علاش قلت لكم بلي حنا بزنسو بالدين وبزنسو بالماضي الثوري نبداو بالماضي الثوري الماضي الثوري شكون هي البلاد اللي باقيه من 62 وحنا عندنا وزارة المجاهدين يحطوا لها بيجي قدها قد السخط ويعطيوها لوزارة المجاهدين هاي واش يجيب لنا وزارة المجاهدين من فضلكم برك قولوا لي واش تجيب لنا وزارة المجاهدين علاش نعطيهم بيجي لهم هو بوركوا شوفوا قداش نهزوا لو مينيستير نتاع وزارة المجاهدين فيه جو سي با قداه 1000 ولا جو سي با اكثر اللي يخدموا في وزارة المجاهدين هذا المينيستر هذا لو فيس مينيستر هذا سكرتير جينيرال هذا الشاب كابيني هذو المسؤولين اللي يخدموا معاهم لي كادر اللي يخدموا تما شاف دو ديبارتمون كونتابيليتي شاف دو ديبارتمون فينانس شاف دو ديبارتمون ادمنستراسيون شاف دو ديبارتمون جو سي با ومن بعد تهبط لي سيرفيس هكا الساعه من لي ديبارتمون تهبط لي سيرفيس وتهبط هكا الساعه للناس هذا حاكم الدوسي ما نعرف تاع واش هذا حاكم الدوسا تاع الستينات هذا حاكم الدوسا دونك تقريبا 100 ولا بعد ده موظفين اللي يخدموا في هذه وزارة المجاهدين صح زيد نروحوا لولايات 48 ولاية دركا راح تكون 58 من بعد مديرية نتاع المجاهدين كل مديرية نتاع المجاهدين فيها اون فانتان يخلصوا عندهم دي بوست بيديتير مدير المجاهدين نائب المدير نتاع المجاهدين رئيس دائره نتاع ما نعرفوش ولا رؤساء تاع الدوائر غادير لي شيف دو ديبارتمون ما نعرف قداش 7 ولا 8 لي شيف سيرفيس 8 ولا 9 لي سيكريتير ما نعرف قداش لي حكم التليفون 20 اللي حكم اللي عنده ابن عمه عنده يعرفوا منها ريكريتي وحطوا في عند في مديريه المجاهدين 48 مديريه بيجي كامل نعطيوه لهم ليهم هما يسيروا هذه كوارت وهذه كذا وهذه منا ومنا ومنا صح على واش هذا كل على جالة 4 مجاهدين مازالوا لنا 4 مجاهدين ربي يطول في عمرهم هاد 4 مجاهدين هادو نديروا لهم مينيستير نديروا لهم وزاره كومبلي يا هذا كما قال واحد لو كان نقول لكم وي اسمع انا النافق يا ودي 4 مجاهدين هادو اللي مازالوا الله يطول ربي في عمرهم اللي قاعدين يديو في هذا نتاعهم في الاخر وكانوا ناس مساكن اليوم يشكيو وكانوا اخرين من الدواسة راي الاف الدوسي نتاع المجاهدين محطوطين في وزارة المجاهدين وراهم بور لانستون جولي راهم جولي يعني راهم مدروسين بوتاتر ويستناو وقتاش يزيدوا حتى هما يعطيو لهم الدراهم وروحوا روحوا 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 هذه غلطة كبيرة خلاص علاش غلطة داروها من 62 خاطرش نورمالمون مش كي عاد اونسيان مجاهد تدي دراهم لا يا اخي العزيز هذه سي با اون فونكسيون سي با اون فونكسيون هذه قال اونسيان مجاهد اعطيه الدراهم هذه اللي يهلكوا بها الدنيا هذه اللي يهلكوا بها الدنيا اللي مد ذوي الحقوق هذا ولا ما عرفوا شنو هو الجزائريين كاملين مجاهدين حنا عندنا الدوار تاع كل بومباردوه دو فوا كلهم مجاهدين مي لا ماجوريتي ما يديوش يديو غير الناس اللي عندهم المعرفات دونك واش نورمالمون واش كانوا يديروا بعد ما فضت كيف يسموه الدين الاستقلال كان الانسان اللي شكون هو اللي يدي هو المعطوب هو الانسان لو بليسي لونسيان مجاهد لي بليسي هذاك وي هذاك نعطيو له المنحه نتاعو ومن بعد هذوك الناس اللي المجاهدين اللي ماهمش بليسي ومنا ومنا لازم يوظفوهم لازم يدي يخدم باش يدي ان سالير ماهوش قال واش تكون انت لونسيان مجاهد هاك لونسيان مجاهد نسلكو اعطي له ما عرف قداش لا يا اخي سامحني لا يا اخي ما كانش ولاد الشهداء بيزومبل احنا ماناش ضد ولاد الشهداء ولا ضد ولاد المجاهدين ولا منا مي لازم توظفوهم ولاد الشهداء والشهداء كانوا صغار مي اليوم سمح لي يا خويا كانوا ناس انا نقول لكم سمحوا لي ما نهضرش على الناس ما نحبش نعد الناس مي كانوا ناس دي ملياردير اليوم مازالوا يديو المنحه نتاع وزاره كيف اسمه هذا والشهيد سون دي ملياردير حرام هذا حتى عند ربي ما كانش كيفاش انسان مليار
الجردان تلعبتي مين حد قالوا الجاهل هاي ما هي مش كذا دونك واش كنا نديرو كاين صحه الاولاد نتاع الاولاد الشهداء اللي صغار هذوك سي نورمال الدوله تهزهم بهمش عقل سي نورمال مي الناس كبروا كبار يقدروا يتوظفوا يقدروا يديروا دي ستاج وكذا ومنا ومنا هذا هو اللي لازم نديرو حنا ما درناش عندك لي بليسي الناس معطوبين يشوفوا له باكزومبل معطوب كان في الجبل وتكاس يعطيو له يديوه الميدسان الميدسان يعطي له باكزومبل 60% من لامباليديتي نتاعو اللي انفاليد 60% يدي كيما يديو الناس كيما باكزومبل واحد ضربات الطوموبيل عنده 60% يدي كيما يدخل مع هذوك يتشكوا لكاس كيما قال واحد داسيرونس هاو كيفاش ما كاينش هذا قال واش هذا وانت كنت في الجبل اه يعطي له صالير يا ولدي ما هي ما عمرها ما صرات صرات غير عندنا هنا في الجزائر صرات غير عندنا احنا هنا في الجزائر كاينش اخويا كان في الجبل لا احنا وظفناه ما وظفناهش يا سيدي طلع وحدو اللي يقول طلعنا لسبيل الله وهذا من تقول طلعت لسبيل الله ومن تحب تجي تخلص عندك كاينه حاجه راني قلت لكم الناس اللي توظفوا اللي كش ما كان الدوله وظفتهم باش راحوا داروا الحرب هذوك وي يسماو شغل عسكر رجل سوند لارمي لارمي وي لارمي عنده لارمي عنده كيف اسمه نتاعو هذه وي ومن بعد يروح يلحق لارو ثلاثة يدي لارو ثلاثة نتاعو شوفوا يعني كيفاه التبذير تاع الدراهم وين يروحوا الوغ نروحوا ساعة نخرجوا من هذا المشكل تاع الماضي الثوري هذو ومن بعد نروحوا هي قبل ما نخرج انا واش طلبت انا احنا الناس اللي زانتيليكتويل احنا طلبنا ان وزاره المجاهدين تتنحى بكره تتنحى وزاره المجاهدين ما عادش تكون لا هي لا 48 مديريه كامل يروحوا صورتهم نمدوهم لا سونتي نمدوهم لوزاره الصحه ولا نمدوهم لوزاره كيف اسمه التربيه وي هذو الناس هذو اللي كيطيشوا هذو كانوا يعطيو لهاد الناس هذو سي نورمال والاخرين ما كانش عندك الانسان اللي قادر يخدم يديروا له فورماسيون يروح يخدم اللي كبير يعطيوا له روتريت وانتهى الامر سي تو بون نعقبوا لونتر مينيستر هو لو مينيستر دي زافير ريليجيوز الا الجزائر اللي عندها وزاره الشؤون الدينيه واش يخدموا وزاره الشؤون الدينيه يقعدوا هم قاعدين يسلكوا وزير شؤون دينية نائب وزير شؤون دينية 55 رئيس ديبارتمون نتاع وزير وزارة شؤون دينية 55 شيف سيرفيس نتاع وزارة شؤون دينية لي سيكريتير بالثلاثين لي حاكمين التليفون بالعشرين اللي سوقوا بالربعين بيجي كامل يروح لوزارة شؤون دينية صح زيد 48 مديرية نتاع شؤون دينية 48 مديرية تاع الشؤون الدينية واش فيهم مدير تاع الشؤون الدينية كيف اسمه النائب نتاع نتاع الشؤون الدينية واحد ولا 10 نواب ولا ما عرفت قداش لي شيف دو ديبارتمون لي شيف دو سيرفيس لي كونطابل لي شيف دو سيرفيس دو ادمينستراسيون جينيرال لي كيف اسمهم هذوك لي شوفور لا 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 وروح وروح في كل ولايه كل ولايه فيها تقريبا ما قداش 50 ولا 100 ولا قداش واحد يخدموا في هذا المديريات هذو دونك علاش هذا كامل واش يديروا واش يديروا هذا قولوا لي حاجه برك راهم يخدموها هذو باش نعطيهم انا دي بوست بيجيتير ونعطي لهم ان بيجي اعطيو لي حاجه يجيبوها للشعب اعطيونا حاجه يجيبوها للوطن ما كانش ما كانش يا ناس نعلو الشيطان يا الريح في الشباك واش يديروا يقعدوا قال اي نهار الجمعه ان شاء الله يدير بيان لوزاره الشؤون الدينيه لواش باش نديروا صلاه الاستسقاء شفتوا يا جماعه واش كيف فهمتوا بيجي كامل الوزاره باش يعلنوا على صلاه الاستسقاء ولو كان هو كي نديروا وزاره هذا صلاه الاستسقاء جينا النوم كي نديروا وزاره كي نصليو حنايا يجينا الغبار ويجينا الريح ويجينا كامل دونك هذه الوزاره هذه لازمها تروح عندنا ما نديروا بها هاد 48 مديريه لازمهم يروحوا ما عندنا ما نديروا بهم الناس اللي قادرين يخدموا ناهلوهم نديروا الفورماسيون يروحوا يخدموا يجيبوا صالير على رواحهم والناس اللي كبار يديروا لهم روتريت على رواحهم اللي ما عندوش يدخل في الخانه نتاع هاد الشيء اللي داروه هما كيما يقولوا عيطوا هما
لو شوماج دونك كنا غير نافوار عليك لو شوماج. على بالكم بلي هاد الناس هذول ما يخدموش والدوله دارت لهم مليون ولا مليون و200 ويعيطوا له لو شوماج، هذا راه ما عنده حتى علاقه بلو شوماج. خطرش عليه لو كان يجيك واحد من الخارج بيزامبل، يجيك واحد من لا بلجيك ولا يجيك واحد من فرنسا ولا يجيك من، يقول لك انت واش دير؟ تقول له انا راني في شوماج. اي بان كيس كي كومبخون؟ il comprend que tu كنت خدام ومن بعد vous avez perdu الخدمه نتاعك ودوك راك خارج في الشوماج وراهم لا كيس دو 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 شوماج تعطيك في 70% من السالير تاعك ملي كنت كورتيزي بكري. او سي با لو كا، او سي با لو كا. تلقى واحد يقول لك انا في الشوماج وما عمره ما خدم، وهذا شوماج، هذا سي با شوماج، هذه نسميوها ان ديمينيتي، انت معاينه تاع معاناه معك يعيطوا لها يناد نتاع الدولة، يناد نتاع الدولة، هذه تعطيها للناس اللي ما خدموش، اللي ما يخدموش وما عندهم اوكن كاليفيكاسيون، هذه وي معليش. وزيد كاين حاجة اللي نحب نشير لها، هو أننا باقيين ديما نباتينيو بهذا الآخر سون بير دو ريستركتوراسيون قد قد، علاش؟ ايماجينو حمو وليكم دوكا واحد راح تعطيه له سكنة دوكا، راه يخرج في لا ليست نتاع السكنات، وكاين الناس مازال تغلط ما على بالهمش باللي يقول لك انا ديت سكنه. يا ما تديش، يا ماهيش تاعك يا محمد، لو لوجمون ماهوش تاعك، كيفاش تدي هذا؟ عمركم شفتو نتوما بلاد كي يحبوا يديروا لا ديستريبيسيون تاع لي لوجمون سو لوجمون سوسيال، انا تاع لوجمون سوسيال باش نتاهم مليح، يخرجوا فيها الزغرتات. كيفاش يخرجوا فيها الزغرتات؟ يا ودي ها اللوجمون هذا راهو يكرهولك لو بي جي اي وماهوش عطاو نتاعك، هذا ماهوش تاعك. لا يعطيوك اللوجمون، بوركوا؟ إذا تشري اللوجمون وي، مي عطاهولك كريا تلك الكرا، تلك الكرا، دونك ماهوش تاعك. هذا كيما اسمها ريستركتوراسيون، علاش؟ باسكو السيد يخرج في لا ليست، واش يدير؟ يعطيو له سكنة، عنده ربع ولاد ولا ثلاث ولاد ومرا وروحو منها يدخل السكنة هذيك، يخلص وقيلا مع القداع الأول ويخلص الشهر تاع الأول هذاك الكرا هذاك، من ثم أديو، ما يزيدش يخلص خلاص. علاه ما يجيش يخلص خلاص؟ باسكو ما عندوش من يخلص، إلا با واش يقولوا ما عندوش مدخول باش يخليه يخلص الكرا، واحد يخلص الكرا قليل اللي راهم يخلصوا الكرا. دونك كيس كي فو فير، يفو يفودري ريفوار لو سيستيم هذا باش انسان اللي ماهوش خدام الدوله دير له منحه اون اد معاونه باش يخلص الكرا نتاعو، او موان تعطي له 60% معينه نتاع الدوله للناس اللي ما عندهمش مدخول. عندك نهار كي يولي عنده سالير الوقت هذاك نحيو المعينه هذيك يخلصك ساعه 100%. اسكو الحمى اللي تشوفوا في واحد خدام او يخدم ويخلص الكرا كيما واحد كيف كيف اللي ما يخدمش، تمام شوز؟ شفتوا كيفاه مازلت لازمنا نعاودوا في هذا الشيء هذا، كيما كيف كيف فور لا سونتي ثاني، كيف كيف لا سونتي مرت بيجوتي، مرت بيجوتي ومرت واحد ماهوش خدام، يروحوا في زوج السبيطار يخرج يخلصوا زيرو دينار زيرو دينار في زوج، هذا يداوي بلاش يخلص زيرو دينار، ومرت البيجوتي اللي ضربه الذهب لهنا لهنا وبيزيد يعطيها ان شاء الله تخلص زيرو دينار. شفتوا كيفاه يا جماعه؟ سي با نورمال، سي با نورمال. عندك هذه المراه هذه مسكينه اللي ما تخدمش، هذه راجلها اللي ما يخدمش، لو كان يقولها يا بنتي ما عندناش سبيساليتي هذه، لازمك تروحي لا كلينيك بريبي، لو كان على الاول بعد ما تخليش له شيك ولا تجيب الدراهم ولا ما نعرف واش ما يخليهاش تخش. كيف كيف بول السيد لو بيجوتي هذا وين؟ هذا عنده بريبي، وهو نورمالمون كي البريبي كي البوبليك، كي البريبي كي البوبليك. هاد المرأة ما عندهاش، ما تخلصش في البوبليك وما تخلصش ثاني في اللي عند البريفي، تخلص عليها الدولة باش هي ما تخدمش. دونك ريفوار هاد لو سيستيم هذا، ريفوار يفودغي لي ريفوار باش نقدروا هاك الساعة نقدروا ما كريي دي بوست بيجيتير ويضروا عندنا لي بيجي نتاعنا وروح وروح، سينو ما نقدروش نديرو كيما هكذا. اون بو با جيري البلاد هكا بالفوضى هادي، ايه فوضى هادي؟ هذه فوضى. هيا روحوا للوجمون سوسيال، لوجمون سوسيال، روحوا للوجمون سوسيال. تلقاو بيكزومبل تروحوا جو سي با كيما عندنا هنا في سوناتيبا بيكزومبل، الخنشلة تروحوا للسوناتيبا. تروح لو بي جي اي تقول له روح مولديك سوناتيبا اعطي لي لوجمون نيميرو 1 تاع من؟ يقول لك لوجمون تاع نيميرو 1 تاع من صفريضة.
صح، نروح نطبطبوا على اللوجمون نيميرو 1. نحتاجوا نص فريضه. ايوا ما نعرفوش. او شو ما تعرفوش؟ ما نعرفوش يا خويا. شكون انت؟ انا طاهر. وش يقولوا؟ بوزيتي. طاهر بوزيتي. وش دير في اللوجمون هذا يا خويا؟ اللوجمون هذا عطاه لي. شكون عطاه لك؟ اي با شريته من عند واحد. كيفاش شريته هذا؟ شريته يا خويا صافي لونتون ملي شريته. قد عندك؟ واحد 10 سنين. دونك سحار وقت تخلص باسم مونس فريضة. اي وي مي انا لقيتو، لقيت السيد اللي بعث له هو اللي لقيتو يخلص. كملت نخلص زيد يروحوا لهذا البوزيدي هذا. روح يا سي بوزيدي. تي كيف شكون يعطيك اللوجمون؟ شريته من عند من؟ شريته من عند عبد القادر. وعبد القادر منين شراه؟ من عند التهامي. والتهامي عند من شراه؟ من عند الاخضر. والاخضر من عند اي سيتي كوم سا دون توت لاجيري. علاش؟ باسكو يا با سويفي. ما كانش ان سويفي اللي يخلي اللوجمون سوسيال يبقى سوسيال ويبقى كي شغل واحد يحب يكري من لو بي جي ولا يكري من عند البريفي سي لا ميم شوز نورمالمون. اسكو يرحم والديك مالك يطال عندي بيزومبل ان لوجمون نحب نكريه، نكريه كيما نحب انا. قال عندي 3 بيس كويزين وكولوار ومن اخويا نكريه لك ب 5 ملايين الشهر. منين جبت انت هاد 5 ملايين هاد؟ اخويا انا اللي درتها من راسي كذاك. على كل حال الناس كلها مي كيلو ب 10 ملايين وهامي كيلو ب 12 مليون. شفتوا كيف الخلل وين هو؟ هو نورمالمون كي الكرا كي كيما اسمه البيبليك كي البريفي. وزيد البريفي هذا باش يكونوا في علمكم يكري في اللوجمون هو عنده عطاله ربي لوجمون وكذا من هنا ما يمدش ان سنتيم لي زامبو. ان سنتيم ما يمدوش. علاش؟ باسكو ني با ديكلاري. إني با ديكلاري. يسلك لبرا، يسلك في كارت رشاحي. خلاص هادو كامل الدولة مازال. كاين أخرين نعطيكم أكثر، ساكنين في دي لوجمون دو فونكسيون. ساكنين في دي لوجمون دو فونكسيون، وبناو سكنات كبار، داروا سكنات نقول لكم أنا، أخرين عندهم سكن يخش منها، وزاد دار باب واحد آخر، الأخرين يخشوا منه. وكاري اللوجمون تاعو 15 مليون للشهر. لي دو هاد واحد يخش من واحد يخش من ايه. وهو وين ساكن؟ ساكن في لوجمون دو فونكسيون. الدولة والله ما على بالها، فاهم يا ريسبونسابل، والله ما على بالها ولا على بالهم يديروا روحهم ما على بالهمش وخلاص. دونك وي بيان كيفاش لازم لها البلاد ريستركتوراسيون باش نقدروا نلقاو لي بوست بيجيتير. زيد نسيت قبيل لي بيجي تاع هادو سميو لي تاع وزارة الشؤون الدينية. وين صرات هذه؟ امام عنده بوست بيجيتير، امام عنده بوست بيجيتير ويعيطوا له امام تاع السي سي بي. صرات الا في الجزائر؟ صرات الا في الجزائر؟ هو نورمالمون الامام يا اخي ما نخلصكش. علاه نخلصك؟ علاه نخلصك؟ علاه نخلصك؟ واش راك ديرني باش نخلصك؟ صلي بالناس اخويا، ما تصليش، خلي الله لا يجعلهم باش يصلي، الله يسهل عليهم. الانسان اللي دار الموسكي خلا موسكي هذيك داروها ناس راهو يتحمس وليدو يحب يوظف كيف اسمه امام يوظفو على روحو. وزيد كاين حاجه لي موسكي سادير الجامع يا اخي عنده لجنه تصرف تدير لجنه هي اللي تسير هذاك الجامع. ايبا اللجنه هذيك هي اللي تريكروتي امام وتريكروتي كيما يقولوا له سميلي مؤذن والناس هذوك. اللجنه هي تريكريتيهم منين يجيبوا دراهم؟ اي بان دبر راسهم يجيبوا دراهم من عند الناس. هم يديروا كل جمعه يلموا الصوار يلموا من باش يخلصوا التريسيتين تاعهم، يخلصوا الماء، يخلصوا التليفون، يخلصوا الماء ويخلصوا الاخر. الله يسهل عليهم. ما كانش يا خويا ما كانش كل اللي صوارد ما كانش. كان بزاف الناس تقدر تتطوع لله، الناس اللي تحب تتطوع لله يجيو يصليوا بابا ويأذنوا باطل. كانوا بزاف يجيو مي ما نخلصكش يا اخي، ما نخلصكش. ويجي واحد يقول لي بصح اخويا الارتيكل 2 تاع لا كونستيتيسيون يقول باللي الجزائر دين دوله الاسلام. هاي الغلطه الثانيه الكبيره، هاي الغلطه الكبيره. دين الدوله هو الاسلام صح، معليش. وهاي المسيحيين هذو 10% المسيحيين تاع الجزائر واليهود والناس اللي ما تمنش هذو منا، وين هي الدوله نتاعهم هذوك؟ كي عاد دين الدول الاسلام وهذا ما عندهمش دوله. شفتوا؟ وعلى هذا لازم نلغيو الارتيكل 2 هذا يتنحى. فودغي لونلفي باسكو ليتا ما تصلي ما تصوم. ليتا ما عندهاش دين. ليتا ما عندهاش دين. ليتا عندها مؤسسات
وما يصليو وما ما 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 يركعوا ما والو. دونك يفضغي il faut faire une restructuration générale باش نقدروا نلحقوا ريكروتيو الناس والناس تخدم وروح وروح من بعض وفي الصوار نطيشوا فيهم كما قال واحد. وزيد ما نتكلموش على لي كونسولا ولي اللي راهم دوكا فسافي حالين دي كونسولا واش حتى الباسبورات ما يديروهمش حتى الباسبورات يديروا في المينيستير دي زافير اترونجير الواش قاعدين هاد لي كونسولا هادو وهاد الناس هادو اللي وين تروح تلقى امباسادور معليش سيدي الامباسادور نقولوا لازم يكون ما كانش مشكل صح وكونسول جينيرال نقولوا يكون سيدي زوج ولا ثلاثه معليش اي والباقي كامل واش يديروا واش يديروا واش يخدموا برك نعكلنا واش يخدموا واش يديروا علاه نبدلوا في الصوارد علاه نخلصوا فيهم بالدوفيز الواه بوركوا فهموني الواش دونك لازمها اون غروند ريسيركاسيون راه تبذير كبير صاري في 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 في, في البيجي تاع الدوله وعلى هذاك ما نلحقوش دونك دوكا ديروا اعتصام ما ديروش كي ضل ليطا ما عندهاش باش تخلصكم ما عندهاش باش تخلصكم يفودغي يجي وقت لو كان الله يقبل البترول غدوا ينقص ولا الناس من نحصلوا حتى باش نسلكوا لي زادمينستراسيون تاع نحبسوا ما نلقاوش وزيد كاين تبذير اخر قال كاين جمعيات راهم يديو في الدراهم كيما جمعيات هذه تاع جمعيات نتاع هذو اللي ما عرفش عيطوا لهم ما عرفش يمدوهم في الدراهم علاه مثل يا اخي يروح للمسواق بواد براس علاه الدوله تعطيك بوركوا العلماء المسلمين هذو العلماء المسلمين علاه نعطيك يا اخي ما نعطيكش خلاص اسمح لي ما نعطيكش خلاص يا خويا شنو العلماء هذا واش دير لي انا كي نعطيك الدراهم واش جيب لي بريمارمون واش جيب لي البلاد ها واش جيب لي الشعب واش جيب لي كنعطيك الدراهم بوركوا نعطيك الدراهم فهمني برك علاه نعطيك الدراهم نعطيك والو دونك لازم لها اون غروند ريستركتوراسيون باش يعد الهيكله في كل حاجه تو لي سيكتور تو لي سيكتور من بينهم الرياضه لازم اون ريستركتوراسيون لازم يعد الهيكله باش يديروها ما يديروهاش يبقاو ديما هكا باسكو ما عندهمش وقت وما عندهمش ناس مؤهلين باش يديروها واذا جابوا ناس يعرقلوهم بالعاني على بالكم بلي جابوا ناس بكري باش ديزاجينيير بصح كان جاو يحبوا يخدموا تلقى بيكزومبل ان ميدسان سبيسياليست يجي باش يخدم في دوزان اوبيتال يقول لك اخويا كرهت من ليترونجي نجي نخدم في بلادي يا خويا خير لي يدخل يجي دوزان اوبيتال يتوصل حتى يضرب يضربوه كاين واحد خطرا وين يدخل الطوموبيل تاعو في الشلو الرض بالعاني باش كره ولا رجع على ليترونجي دونك ما لاش خارجين من كيما قال واحد لو مال لي تخوب خوفون الي هذا هو الشيء اللي حبيت نقولو الناس اللي بعثوا لي ان شاء الله تكون جاوبتكم عندك بور هذو الغنان تاع التيك توك شو تران دو ميليتي بور لي جون اللي يقولوا لنا باللي راكم التيك توك هذا لازم يتنحى ولازم انا نقول لكم تيك توك غنيو اشطحوا راكم في بلادكم واحد ما يسالكم الي اتوتالوغ.